تفاعلات قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقية أوكرانيا متواصلة على المستوى الدولي، قرار اعتبرت واشنطن أنه يحد من آفاق الحل الدبلوماسي ويشكل ضربة قوية للحوار الاستراتيجي الذي بدأه الجانبان الأمريكي والروسي على خلفية حشد موسكو لقواتها على الحدود الأوكرانية. ففي ظل مؤشرات جديدة على احتمالية غزو روسي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلغاء اجتماع كان من المرتقب أن يجمعه بنظيره الروسي لافروف، وبات الحل الدبلوماسي يلوح بعيدا بحسب البيت الأبيض بعد مؤشرات التصعيد الأخيرة من الروس. في الظرفية الحالية ليست لدينا خطط للعودة إلى طاولة التفاوض دون ضمانات لخفض التصعيد، ويعني ذلك تراجع للقوات الروسية والتراجع عن القرارات المعلن عنها. في ظل هذه التطورات، أصدر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مرسوما يهم تجنيد جنود قوائم الاحتياط لتعزيز الجيش الأوكراني، كما أقر برلمان البلاد عقوبات ضد 351 شخصية روسية من بينهم مشرعون اعترفوا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الواقعتين شرق البلاد. في المقابل عبر الرئيس الأوكراني عن الانفتاح على التفاوض بأي صيغة كانت مع الجانب الروسي. أمام هذه اليد الممدودة للحوار، أكد الكريملين الاستعداد للجلوس إلى الطاولة، لكن بوجود ضمانات لاحترام المصالح العليا لروسيا. ما زال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشكلات تعقيدا، لكن مصالح مواطنينا غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا. منظمة الأمم المتحدة دانت الاعتراف الروسي بوصفه متعارضا مع مبادئ الميثاق الأممي، كما دعا الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش كافة الأطراف إلى خفض التصعيد وضبط النفس. في هذا الوقت الحرج نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبعودة الوضع القانوني. يجب التحلي بالعقلانية وضبط النفس. ندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والتراجع عن التصريحات والتصرفات التي من شأنها أن تصب مزيدا من الزيت على النار. الاعتراف الروسي باستقلال الإقليمين التابعين للسيادة الأوكرانية سيكون له وفق الخبراء ما قبله وما بعده، خاصة مع إعلان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات تجارية واقتصادية جديدة على موسكو، والإعلان الألماني تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز القادم من روسيا نورد ستريم 2.